حاجة راهي مش بنت. مش بنت؟ مالا أكيد لا لا أنت بنت، أكيد أرملة مالا ولا مطلقة. إيه إيه الشباب الله غالب، شبابنا بدو يموتوا، الله غالب بدو يموتوا كل يوم وطرف فيهم الموت. هذا كله من سكولوب والهمبورغ اللي يركوا فيها 24 ساعة وهم ياكلوا، كان ياكلوا في البسيسة والتلفاز راه مش هكي. أسمعني يا بنتي كويس، هنقول لك حاجة، راه ولادي راضي بيك، ما شاء الله راه مش صغير حتى هو بعقله الله يباركه، وما شاء الله راه هو الله يبارك ولادي يبعبع حتى تبيع بيع. تي عيب الكلام اللي تقول فيه حاجة، راهو عيب. خرب متحشمة مني بنيتي، خرب متحشمة مني. بعدين لوح عليك، لوح عليك هالخرسات هذا من اللي الفالس اللي دارتهم على ودانك هادم، وتول ولدي يبحبح حالك ويقيمها بيك، بعدين لما ياخذك ويدير لك خرسات دب وتبحبح وتنغغي تبدي امورك تمام. هادم راه يديروا لك الحساسية ويجيبوا لك حتى البقرة. انت مش خرسات، هادو سماعات متاع ايفون. الله على الدنيا، لا حول ولا قوة الا بالله. جاك المرض حتى انت شكلك فكرتني بحياة خالي فرج الله يرحمه حتى هو نفس المرض جاء لايفون هذا. اسمعني يا بنتي، انا بنوقف معاك ونوعدك خلي ولدي يرفعك لتونس غادي يعالجك من المرض هذا باذن الله، وبعتالي لما يروح يقرا فتحت عليك. يا حاج انا بنت راهو. ريتي ها قلت لك انت، قلت لك بنت انا تدير بالجو انت. اقصد ولد يا حاج. يا ودي نعرف انا، نعرفك انت. ما شاء الله عليك بنتي، ما شاء الله الله يبارك لك، ما تكونيش الا نصيب ولادي. اخونا اخونا ايوه شنو كم الدولار بالله عليك اليوم؟ شنو تسمع فوق لافته فوق راسي باش تقولي شنو نخدم في الدولار؟ واضح سماعه وموت ورخصه يا واضحه الطرقه نتاعك مكي تمشيني. كم الدولار يا غالي؟ عندي واحد مكلم فيه من برا. على سته، على سته ريت كيف طلعت وهمي سته. لا لا ان شاء الله يعكسوا فيك وبديتي حتى عندك، طلعتي حتى عندك دولار. وهي مالها؟ اسمعني نقول لك حاجه، انا ما صار ليش ولدي لا هم يحزنون بيك، انا لي انا ان شاء الله على سنه الله ورسوله تمشي معاي ونبحبحوا بالدولارات لجزر القمر. غير انزل يا بنيتي. شو تقول يا حاج انت؟ انزل يا بنيتي، خير تعالي معاي نمشي انا وياك وعتالي نفهمك يا بنيتي، ناخذ منك على خالد الدولارات. هيا ودي هيا بري قدامي، خير قاي نقيمك ولا شيء. هيا بري بري عاد نوار. شو اسم هالطبخه؟ هذه حبيبتي أكلة ليبية يقولوا لها مبكبكة. مبكبكة؟ بتعرفي شغلة المرة الجاية لما أجي أعمل إياها. حاضر حبيبتي حاضر، كل ما تجيب نديرها لك.
نوضي يا بنتي، نوضي كلي ودفي مسريناتك، نوضي. لا صحيتي اللي دايره ريجيم، كلي انت يا ماما. تي نوضي فمين مكرين اش بيديروا لك؟ قصدي عادي، انا بعمل لك نظام غذائي حلو، قلت لك تعي كلي. شو رايك؟ لا صحيتو، ديروا انتوا لي روحكم نظام غذائي، انا ما بيش ناكل مبكبك. تمام ما راح يعملوا لك شيء على فكره. لكن هذا شكلها قليل الحلو كثير. كلوا كلوا بعد مش عارف. احسكم زهقتوني. تعالي تعالي يا غاليه، هاي خندوقها حتى عن ملح. بسم الله. فكتي بلي حبيبه. قليله. شوي خلي لي غيرك. والله خلاص حبيبه شبعت، هي الحمد لله. معقوله هيك؟ لا 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 والله خلاص. بس تفهم صحيحه حبيبتي. بعد سلمك. قلت لك حلوه. كوني حبيبه صحه. خلاص انا شبعت. هي تعرفي اكلت كثير انا. خلاص الحبيبي. خلاص خذي لي معك. شوفوا شوفوا عم تاكل. رجيم الله يبارك فيك. هذا غير قالت مداير يا رجيم. ديري انت الرجيم، ما نبيش نديرها والله مبكب كباين ما فوتهاش. صاير معاك؟ شو رايك يا قصعة؟ مسب سهر كرسي الرقيلة ونمشي لعليه. بو مات امتى توفى؟ توفى اليوم والزناس العصر. خيرك انت، خيرك قد ما خلطني دماغك مسكر وقاعد اسفار. حرك هولي هو معقولة مات اليوم؟ نمشي اليوم. واك يا قصعة واك، وانت ديما شادها علي يا صليطة. حق فيه أنا نوض من الصبح ونعدل في الجي بي اس ندور لك في العزوات وين يا راجل. مات اليوم نمشوله اليوم. خيرك هكي، وبعدين ماك تعرفني ما عنديش الروح مع العزوات ثالث يوم. علاش يا قصعة ما نمشوش اليوم؟ نبقوا الشربة والشاحي والسفنز، يبدأ من أول يوم الجو يا راجل. أول يوم يبدو متضايقين وخانقتهم العبرة، والشربة لا تعرفهم طيبينها بالمرقة لا بدموحهم، والمكيرين نمكرين قسم بالله تاني يوم تقول صاشين جبن. خيرك يا راجل نمشوا ثالث يوم. ثالث يوم تعرفني انت ما عنديش الروح مع ثالث يوم. وبعدين اثنين في واحد نضربها منا نعزوهم، ومنا نضربها بالرز والبصلة والحمات، وبعدها نمسحوها بطاسة البن والدقلة. دير رايك يا قصعة. انا قلت لك اما نعشني ثالث يوم. سمعت شي قصعة؟ شن في؟ مراد. خير يا مراد؟ دار حادث ورقت في العناية يا راجل. ما تفتح ليش ملفة مراد، يموت ادويلي عليه. وزي ما قلت لك يا زعبولي ثالث يوم سف الرقيلة البن. والله العظيم يا زعبولي كانت موت، حتى انت ماني شيء كلا ثالث يوم. فلذلك من تبه وصيمة على الرصيصة والبصلة والتمر والبن والدقلة. ما تخافش انا نموت ما نديرش في الحم وطني مستورد. وطني خلي صاحبك يقيم القدر، وزي ما قلت لك جيب اس متاعك بدي يرعش ليامات هذه. عد روحك على ثالث يوم وبس الرصيصة والبصلة والحمات. ايوه زعبوا اللي قام يجوا العمل. زبطها يا خالي، قام يجوا العمل مش بروحها. شني معاه؟ كشيك السبولة. جايب حتى كشيك السبولة. لا فالح. لا وفي حاجات تانية مش لازم نقول لك عليها سر. اسمع رص رص طوى ديروا روحنا ما سمعناش الا اليوم. اليوم نحلف وحتى الحلف. هيا هيا هيا. مرحبتين. مبارك مع ولدكم. مبارك مع ولدي شنو يا؟ عظم الله واجركم، عظم الله واجركم. ما سمعنا بيبوك جينا نجروا طول. والله العظيم قبل احنا ما لناش جايين اليوم، قلنا تو يقول فهمت لك والله ما سمعنا لليوم، قلنا تو يقول ثالث يوم جايين على خاطر ماكله ولا حاجه. لا عارف. فهمت كيف انت ما عندكش فيها الماكله بك. عارفك عارفك الله يبارك فيكم.
والله العظيم بوك كان من دون اعمامك الله يرحمه يفتحنا في باب الثانيه، عمره ما خلانا ننقز بكل من الباب عمره. كان مسكين ديما يقول لي يا قصعه ورد بالك تمشي حفيان رجليك يكبروا. الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه الله يبارك فيك الله يرحمه الله يرحمه الله يرحمه. قاموس هذا قاموس لحقنا تورق لك تبرى وانت لابسني برا برا زعمقل ما غمول نزد منقل خو خو زعمق قاموس هو قاموس شرا ورق لنا برا برا. اه زعبل لي رمضان مرحبا وين يا ريم ضوين زيزة ولا كسيكس والله زيزة ما تقولهاش الوطنية بتقعمز وانت ديما فضحني قعمز وطني في البن وخير كاثر خبزة شعير وخير كاثر بالله وخير كاثر رز متكة وخير كاثر كان فيه قاعد زايد راك تنساني بالله عليك رز بخيرك البن شوف البن شوف اسمع اللي ما هناش خلينا نخطص البنت قاعمز فكنا من الفضايح يا راجل قاعمز مرات ماشي نلحق وراه شنو الشيباني هو؟ ها؟ ها؟ جي بي اس مفتوح انا ما شرش عندك جي بي اس؟ زلي يشر هذا راه هذا زلي يشر باين عليه قريب يموت والله والله قريب يموت نخطم عليه هو بنمر عليه والله تعرف ساعات الاخيره نشبح فيها انا وباين عليه معبي الاراضي النوعيه هي اللي عندها الاراضي والسعي ما يتمش زعما قيمها بينا تي هذا حتى البكلاوه عنده في الوفاه نقولها لك يو خي نمشي له من تو نلمح له بعدين وحنا طالعين نمس حب طاسة البل والتمر اسمع التمر انت خذ خبزه شعير نحب يجيب التمر هنايا 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 هذا وين الرز بتاعهم هذا ما خلينا معكلوا هذا ما شغله جانا بكري احنا قلت لك بكري جانا بكري اسمع اذا بينا نقعمز بروحنا البن 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 يكساع البن ناقصكم واحد احنا المدربين متلخبط انت راه تينا ناقصنا واحد لا ناقصنا حارس نوض اقلب وجهك كنت باكي شادها في شرتنا نوض تينا ناقصنا واحد ما لكم انا ناقصنا خير البسنا هو تمشي شنو هي اللصقة هذا اللي عليك فينا والله رز اصلي ها تخليلي تخليلي زوز 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 راه يجي راه يجي تلفت غادي يقلب وجهك كول بي 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 والله عزيز مقوم ها البن البن بعدها بعدها نخلي شوي البن هنا لا تم وزعمك الريم ده خلينا قعيت الريم ده قام خليك مقعود رمضان والله العظيم رمضان من بكري يا اخي قوم فينا راه كلب قلت لك احنا نقول قبلنا احنا نسبح لنا وفي عصاص ما نسبح لنا رز رز بدك تضبح حالي بالله عليك هم نوع زوات ولا بلاش
أنت دورك يا حاج، خلي نقيموها بيك. دور شنو؟ هات التمر، هات التمر. دور شنو أنت وياه؟ جي بي إس قربت حكايتك يا حاج. هات التمر، هات التمر. والله لما نشوف لتالت يوم وصيهم من توا قول لهم الرزو زي هنا يا فقر. طلعت عندي، طلعت عندي بجي بي إس، خلاص قربت. درق الفاتشة أنت وياه، درق. وانت بكل عزيز غطسين عابين مانا بتتعشوا عندي يا ابتا بموت. تاني موصي حتى الولاد عليكم. تطلع انت وياه. والله انا قريب. والله ما متعشينها، حالف عليكم انتم الزوز. والله كان ما تديرش مكلاوة ولا، والله انا نعرفك انا هيك. نتصل بالولاد انا. تتصل بالولاد شو بيديروا؟ نهاركم ازرق انتم اليوم. خلاص رب المالك اليوم، خلينا نقعد اليوم، نقعد اليوم. لحقوا للفراق. بص ابو محمد علي خليفه تعالوا هم اللي يتعشوا في كل العزيز جوا، يدعوا علي يبوا يتعشوا عندي هم. تعالوا. الو فرحوا. اليوم الفرق توفى لي يومين، اليوم الفرق مش معدل انت. انت والله لا انت والله لا معدل تجيب يسطا. كيف بزبط كيف بزبط الحشرة اللي بيبوت انا؟ انت تعرف مني ولا مني؟ عيلة فرحوا ما تقولهاش. والله ولدهم اليوم توفى بكلاوة، عندهم البكلاوة والعصير تو يومين متوفي. اطلع انت، هذوك البكلاوة والفواكه والموز والتفاح، هذا غير معدل تجيب يسطا عليه. جايينك والله ما تحشمت. والله انا جايينك باذن الله. تطلع انت وياه، تطلع. Hey!